أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. نقرأ في موقع الهيانات: فرع الهيئة في كركوك يواصل تقديم المساعدات الإنسانية ويرعى دورات لتحفيظ القرآن الكريم. نقرأ في المدى: 500 داعشي يطبقون على صلاح الدين ويقاتلون لمسك الطرق الخارجية. جاء في موقع كتابات: إصابات مؤكدة بالحمى النزيفية بجنوب العراق. ونقرأ في الجزيرة: نت القوى الكبرى تطالب بإعادة حقول النفط الليبي للشام. جاء في العربي الجديد تحت عنوان: تمديد ولاية البرلمان العراقي توجه لمعركة سورية بمرحلة الوقت الضائع. جاء في القدس العربية: الحكومة اليمنية تشترط انسحاب الحوثيين الكامل من الحديدة. ونقرأ أخيرا وليس آخرا في الحياة: دمشق تبدأ هجوما بريا في درعا وموسكو تنعى خفض التسعير. أهلا بكم. حين كتبت إحدى الصحف البريطانية مؤخرا أن البرلمان العراقي يعتبر المؤسسة الأكثر فسادا في التاريخ البشري، فإنها لم تكن تنطق عن هوى ولا مجرد إثارة فضيحة موجودة أصلا، بل كانت تسجل الحقيقة الدامغة بلا رتوش. إن درجة الفشل التي يتصف بها هذا البرلمان لا توصف ولا تقارن بأية تجربة أخرى، حيث ولد ميتا وما زال جثة هامدة لا تهزه أعتى العواصف، وليس له سوى الشكل الظاهري والبناية الأنيقة التي يحتلها وتعود بالأساس لوزارة الثقافة بحسب الكاتب فوزي الأتروشي في صحيفة المدى العراقية. عضو البرلمان العراقي على الأغلب مجرد أو هو يجرد نفسه عنوة عن الصفة التمثيلية للناخبين، وهو في الإعلام ومنابر الرأي العام يدعي أفضلية الصفة القومية أو المذهبية أو الدينية أو السياسية أو الحزبية أو العشائرية. لا يعطي أبداً انطباعاً أنه بصفته نائباً ينبغي أن يعبر هذه الأخاديد الضيقة والهويات الصغيرة إلى الهوية الوطنية الشاملة. ولذلك نرى المواطن العراقي وهو يتابع هؤلاء الأميين تحت قبة البرلمان يردد رحم الله الزمن الملكي الجميل، حيث كان البرلمان يسقط الحكومة، وحيث كان العضو في البرلمان يستقيل لمجرد موقف معين ولإثبات رأي أو معارضة تمرير قانون. البرلمان العراقي عجز كليا عن تحقيق لحمة وطنية، وفشل في التوحد على ثوابت وطنية مثل ما انكسر أمام الطائفية وأصبح منبرا لها. فهناك المئات من القوانين التي سنها مجلس قيادة الثورة المنحل ما زالت سارية المفعول، من بينها النظم الداخلية وقوانين الوزارات والمؤسسات، ومن ضمنها وزارة الثقافة التي لم يشرع لها قانون حتى اليوم. وعلى الجانب الآخر، نجح البرلمان في تمرير القوانين التي تخلق شرخاً اجتماعياً واضحاً، ولا سيما المتعلقة منها بقضايا المرأة والأسرة بحجج ودعاوى دينية، كما نجح في الإجماع على القوانين التي تشرع امتيازات وصلاحيات أعضائه بشكل أناني فاضح مثير للريبة والشك والسخرية. الدعوة ملحة للقيام بحملة شعبية واسعة عنوانها: من دمر الموصل، لمحاكمة كل من أسهم في ذلك التدمير البشع وعدم الاكتفاء بجولة أنجلينا جولي بين خرائب الموصل وذرفها للدموع دون أن تطرح سؤال من دمر الموصل، بحسب الكاتب سلام الشماغ في العرب اللندنية. إن الدعوة ملحة الآن إلى القيام بحملة شعبية واسعة عنوانها من دمر الموصل، لمحاكمة كل من أسهم في ذلك التدمير البشع وعدم الاكتفاء بجولة الفنانة العالمية أنجلينا جولي سفيرة النوايا الحسنة
بين خرائب الموصل ودرفها للدموع من دون أن تطرح هذا السؤال المهم: من دمر الموصل؟ وبدأت فعاليات شعبية عراقية بالفعل تتهيأ لتنظيم مثل هذه الحملة لكي لا يذهب دم هذه المدينة العريقة هدراً. والضحية هنا هم العراقيون عامة والموصليون خاصة، فالأخيرون وقع عليهم العدوان والأذى من داعش ومن المحررين، والأولون دمروا ثانية مدينة في بلدهم كانت تمثل مخزون تاريخهم وتراثهم إلى الآن. لم تشكل أي لجنة للتحقيق في قضية تدمير الموصل، وحتى إذا شكلت كهذه اللجنة فمن الضامن أنها لن تنتهي إلى مثل ما انتهت إليه لجنة البرلمان الخاصة بالتحقيق في قضية سقوط الموصل بيد داعش؟ لكي لا يذهب دم هذه المدينة العريقة هدراً، ليست الموصل بيتاً يدمر ثم تنطوي قصة تدميره ويلفها النسيان، فهي ثاني أكبر مدينة عراقية بعد العاصمة بغداد، وقد عملت وأهلها وفق سياسة الأرض المحروقة عند طرد مسلح تنظيم داعش منها، وشاعت قصص العائلات المدفونة تحت منازلها وتحت الركام التي دمرتها قوات الحكومة وطيران التحالف بلا رحمة، ثم اجهاز الميليشيات الإيرانية على ما تبقى منها. مقارنة كهربائية وحسبة نفطية، عنوان مقال للكاتب طالب سعدون، إذ تناولت وسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام فيديوهات تضمن إحداها مراسم افتتاح ثلاث محطات كهربائية في دولة من عالمنا الثالث، لا تختلف ظروفها المالية عن ظروفنا إطلاقا، إن لم تكن أعقد بقدر يصل إلى نحو 15,000 ميجاوات وبكلفة 6 مليارات يورو، وبزمن قياسي يناسب الحاجة والعصر، وربما يرى غير العراقي مثل هذه الأخبار شيئا عاديا جدا فلا يتوقف أمامها، لأن بإمكان أي دولة أن تقوم بها بخلاف العراق. واستوقفني تعليق دعاني إلى أن أستحضر المليارات التي صرفت على الكهرباء في العراق، لماذا لم تسد الحاجة الفعلية؟ حيث لا تزال الأزمة قائمة وربما إلى أمد غير معلوم، وهو أنه بعملية حسابية بسيطة يمكن إنشاء 4 محطات كهربائية في العراق بعائد النفط لشهر واحد، وبذلك يمكن حل أزمة الكهرباء كلها في عموم البلاد وبكل تداعياتها وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على المواطن. وبالقياس على تكاليف هذه المحطات البسيطة في الفيديوهات التي عرضت، كم كان بإمكان العراق أن يبني من المحطات الكهربائية بالأموال التي صرفت على الكهرباء على مدى السنوات الماضية؟ وكم يحتاج العراق من الأموال لتوليد 10,000 ميجاوات إضافية لسد حاجته من الطاقة الكهربائية حسب التقديرات المنشورة؟ حل مشكلة الكهرباء ليس إعجازاً أو معضلة مالية أو فنية تستعصي على الحل، تفوق قدرة البشر التي لا تحدها حدود إلا قدرة الله سبحانه وتعالى. إذا ما توفرت الإرادة وكفاءة الضمير وقبل الكفاءة المهنية. لابد من تسجيل وجه شبه بين لبنان والعراق في المشاورات لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية، ذلك أن بيروت وبغداد تحاولان جمع الماء والنار إلى طاولة واحدة وفي قدر واحد من دون أن يلغي أحدهما الآخر. وأبعد من تحديد الشبه، فإن حكام البلدين مضطرون إلى التوافق والتوفيق بين الولايات المتحدة وإيران في إدارة الحكم اليومية سياسيا واقتصاديا وعسكريا واجتماعيا، تجربة غير طبيعية لكن اللبنانيين والعراقيين يمارسونها على الرغم من صراع أمريكي إيراني يزداد حدة ولا يوحي بنقاط التقاء كي لا نقول اتفاقا، بحسب الكاتب محمد علي فرحات في الحياة اللندنية. هذا الوضع ينعكس بالضرورة فشلا في الإدارة العامة، فالحكومة مؤقتة وإن كانت مستمرة من حيث المبدأ، وهي تدير البلد يوما بيوم وتعجز عن وضع تخطيط وإن كان محدودا
في أي مجال من المجالات. ففضلاً عن الخلاف اليومي على الحصص، وهو ما يسم سلوك السياسيين في لبنان والعراق بعد أحوال الحروب في البلدين، هناك تدوير للزوايا يبدو ضرورياً حين يتعلق الأمر بما يعني واشنطن وطهران في وقت واحد. ولنا أن نترك العراق لتجربته الجديدة نسبياً في المحاصصة وجمع الماء والنار في وعاء واحد، خصوصاً مع توقع تأليف حكومة لن تطالب رسمياً بانسحاب القوات الأمريكية، استناداً إلى أن السياسيين اللصيقين بطهران كنور المالكي وعمار الحكيم ومعهما حيدر العبادي لا يطلبون علناً انسحاب الأمريكيين، في حين تقتصر المطالبة على مقتدى الصدر وبعض قيادات الحشد الشعبي. هناك اختلاط في الأوراق وتحرك غير محسوب في المواقف، لكن النخبة العراقية الحاكمة تبدو مضطرة إلى التكاذب فيما يخص الموقف من الوجود السياسي والعسكري الأمريكي ومعارك الشد والجذب حول الحصص المتعلقة بالنفوذ وكذلك بالمال العام. الكاتب يود أن يضيف أن هناك إحساس بضمانات عربية ودولية لاستمرار الحد الأدنى من الاستقرار السياسي في لبنان في المنطقة، حيث تتفكك دول ومجتمعات ولا سبيل واضحا إلى إعادة تكوينها بحسب الكاتب. لحظة سيدونها التاريخ: الولايات المتحدة تخلت عن مطلب الإطاحة بالأسد في سوريا. عنوان مقال نشرته صحيفة الاندبندنت للكاتب روبرت فيسك يرى فيه أن الرسالة الأمريكية للمقاتلين ضد جيش النظام السوري وصلت، ومفادها عدم انتظار الدعم منها ومن الغرب حتى، حيث ترجمته صحيفة القدس العربية. ويرى الكاتب أن كلمات الرسالة الأمريكية للمقاتلين والتي ورد فيها عليكم عدم الاستناد في قراراتكم على توقع بتدخل أمريكي، فنحن في الولايات المتحدة ندرك الظروف الصعبة التي تواجهونها، وطلبنا من موسكو والنظام السوري عدم اتخاذ قرارات عسكرية تنتهك منطقة خفض النزاع. ما هي إلا إشارة واضحة بأن السياسة الأمريكية يائست من مطلب الإطاحة بالأسد، ويبدو أنها تخلت عن المعارضة المسلحة. واعتبر فيسك أن ما يجري على الأرض السورية الآن يعد نقطة تحول في الحرب مع النصر الذي يحققه رئيس النظام السوري بشار الأسد باستعادة المناطق التي كان يسيطر عليها المسلحون. ولا يعتقد الكاتب أن حزب الله أو الحرس الثوري الإيراني منخرطان في المعركة جنوبية سوريا، حيث اتفق الروس والأمريكيون ومعهم النظام السوري بأن الهجوم يجب أن يكون روسياً سورياً فقط، مشيراً إلى أن الرئيسين الروسي والأمريكي طمأنا تل أبيب بأن المعركة ستكون داخلية ولن تمتد إلى مرتفعات الجولان المحتلة. ويختم الكاتب مقاله بالقول أنه يمكن لواشنطن أن تقول إنها تمكنت من إبعاد إيران عن إسرائيل، ولكن ما تقوم به يعني أيضاً أنها وحلف شمال الفصيل تخليا عن مطلب الإطاحة بالرئيس الأسد. يمكن وصف المزاج العام في إيران بأنه متفجر، وعلى النقيض من بعض التحليلات لم يحتشد الإيرانيون حول العالم رداً على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هناك زلزال في إيران، هكذا ترى الكاتبة هدى الحسيني في صحيفة الشرق الأوسط. أظهرت الاحتجاجات المتواصلة وعلى درجات منذ شهر ديسمبر كانون الأول الماضي أن الغضب من الوضع الاقتصادي صار أوسع انتشاراً مما كان عليه في الماضي، لكن لا يزال المرشد علي خامنئي يحاول مساعدة روحاني لأن حماية ازدهار ووحدة البلاد من أهم أولوياته، خصوصاً في هذا الوضع الصعب. لم تكن هناك أي أوهام بأن روحاني كان إصلاحياً راديكالياً، فهو فعال من أوائل أيام الثورة، لكن يشعر كثير من الإيرانيين بخيبة أمل بعدما سقطت كل وعوده بالإصلاح، غير مدركين أنه في النهاية رجل من النظام ويريد أن يبقى، وأن هويته مرتبطة أنه جزء من النظام، فإذا نفى ذلك ينكر نفسه،
يستمر الاقتصاد في انخفاضه مع هبوط رأس المال الرئيس، ومن المرجح أن تسرع العقوبات الأمريكية الإضافية من دوامة الموت الاقتصادي، مما يؤدي إلى اضطرابات كبيرة. يضيف الكاتب أن حركة الإطاحة بالنظام آخذة في الازدياد، لا يوجد حزب أو مجموعة محددة تقودها، لكن يبدو أن الإيرانيين الأصغر سناً جزء كبير منها، وعدم وجود قيادة مركزية له حسنات وسيئات، لكنه يمنع النظام من سحق المعارضة بسهولة، ثم أن موقف النظام في الشرق الأوسط يتعرض لضغوط كثيرة، حيث تتم مواجهة قواعده في سوريا، وبدأ نفوذه في العراق يهتز، ومن المؤكد أن الاضطرابات الداخلية ستضع مزيدا من الضغط على موقف النظام الإقليمي. صقور العراق تهريب غير شرعي للاتجار في دول الجوار، حيث توسعت ظاهرة تهريب الصقور بشكل غير شرعي من العراق بعد عام 2003. كما يقول الغزي في ظل اهتمام من الشرطة بمواجهة الظاهرة المتنامية. وتعتبر مدينة العمارة مثلا مركز محافظة ميسان جنوب شرق العاصمة بغداد ومناطق اقليم كردستان وصحراء البصرة اقصى جنوب العراق على الضفة الغربية للشط العرب والناصرية جنوب شرق العراق على نهر الفرات وبادية السماوة من الأماكن التي تعيش فيها الصقور بالعراق، كونها البيئة المناسبة لتكاثرها، وفق تأكيد على رئيس جمعية الصقارين العراقيين والذي قال للعرب الجديد إن الصقور المهاجرة التي تأتي من المنطقة الشمالية للكرة الأرضية إلى العراق في فصل الشتاء تمتاز بطول مخالبها وسرعتها في اقتناص الفريسة، ويمكن الاستفادة منها في الصيد بشكل مباشر ودون الحاجة للتدريب الذي يستغرق وقتا طويلا بخلاف صقور سوريا وإيران والسعودية. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.